طبعا المشاركة في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية له فوائد جمة كبيرة جدا. هذه المسابقة تنمي في الطالب الانضباط الهائل والالتزام نحو هدف معين. الطالب قبل أول مشاركة يكون تدرب ما لا يقل عن 2,000 إلى 3,000 ساعة قبل أول مشاركة. يتأتى ذلك من خلال تفرغه لحضور ملتقيات خارج مدينته والإقامة مع طلاب آخرين، وكل هذا يعني يبني فيه الاستقلالية والثقة بالنفس، ثم يشارك في مسابقات دولية بحضور طلاب من جميع أنحاء العالم ويفوز بميداليات، فهذه تعزز ثقته بنفسه، قدرته على قبول التحدي وأيضا التركيز العالي في تخصص معين. هذه الصفات مجتمعة أهلت الطلاب الفائزين بالميداليات إلى لقب ميدالست من ميدل باللغة الإنجليزية، ونجد أن الجامعات العالمية تتنافس على قبول هؤلاء الطلاب في التخصصات. والملفت أن الطالب يتميز بقدرته على التميز في أي تخصص يدرسه حتى لو كان بعيد عن التخصص الذي يعني درس فيه في المسابقة، وهذا بسبب المزايا الكثيرة التي ذكرتها. لذلك حث حقيقة أولياء الأمور والطلاب خاصة في المراحل السادسة الابتدائي، الأول الثاني المتوسط وحتى الثالث المتوسط، من يجد في نفسه يعني حب لهذه المسابقة بأن يدخل مسابقة موهوب، وهي المدخل الأساسي لهذه المسابقات. كل التوفيق لطلبتنا وأبطالنا.